بناتي وابنائي الأعزاء، أهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتك. وهنكمل مع بعض النهاردة موضوع البول. خدنا المرة اللي فاتت السيلز والستراكشر، المرة دي هناخد التايبز اوف زيبون. عشان نعرف التايبز اوف زيبون لازم الأول ناخد فكرة عن تكوين البون لاميلا. يعني إيه بون لاميلا؟ هنروح مع بعض لمعمل الستيم سيل ونشوف الأندفرنشيتد ميزينكيمال سيل وهي بتتحول إلى بون. علشان الان ديفرنشيات الميزينكيمال سيل تتحول لبون، الاول محتاجه للفاكتورز والميديوم المظبوط. اول ما تلاقي الفاكتورز والميديوم مظبوط هتتحول الاول الى هيحصلها الاول مالتيبليكيشن. بعد ما يحصل لها مالتيبليكيشن هتتحول الى اوستيوبروجينيتور سيل. الاوستيوبروجينيتور سيل مع الميديوم المظبوط هتتحول الى اوستيوبلاست. هذه الاوستيوبلاست هتبدا تفرز ماتريكس وتبدا تفرز كولاجين فايبر، وكمان هتفرز الالكالين فوسفاتيز انزيم. هذا الالكالين فوسفاتيز انزيم هيعمل بريسبيتيشن للكالسيوم، هتبدا تقل النيتريشن، فالاوستيوبلاست اوتوماتيك هتتحول الى اوستيوسايت لما يطلع لها سيل بروسيس بالشكل ده تو سيرفايف اجينست اللو نيتريشن. في الحاله دي بقى عندي اوستيوبلاستس وحواليها ماتريكس وكولاجين فايبر، يبقى هي دي البون لاميلا. يبقى انا دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي بون لاميلا. البون ما هو الا مجموعه من البون لاميلي فوق بعضها، ده اللي هو اللاميلر بون. ولكن فيها عندي نوع تاني اسمه مام لاميلر بون. يبقى النهارده نتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف ذا بون. عندنا تو تايبز اوف كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن الاولاني اكوردنج تو ذا ماتوريتي. اكوردنج للماتوريتي اوف ذا بون عندي تو تايبز اوف ذا بون، برايمري اند سيكندري. برايمري بون اللي هو الايماتور بون او الووفين بون او النان لاميلر بون، ده بيتكون في الايرلي لايف او اثناء البون فراكشر او افتر بون فراكشر لما اجي اعمل الماتور. رقم 2 اللي هو السيكندري بون او الماتور بون او اللاميلر بون. طيب تعال نشوف ايه هي الكاركترز بتاعه البرايمري بون. البرايمر بون ده اول بون بيظهر عندنا في اثناء الديفلوبمنت. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الريجولار، خلي بالك من الكلمه، عباره عن الريجولار كولاجين فايبر مع اباندنت سيلز، وبعدين تبدا تتكون ماتريكس ضعيفه شويه، المينراليزيشن فيها بيبقى قليل، علشان كده لازم يحصل لها ريبليسمنت بالماتيور بون ولا مش هيستحمل الحركه. يبقى لازم يبقى في ريبليس بماتيور بون. كل ده بيحصل فيما عدا التيث وانسيرشن اوف سام تندونز. لكن السكندري بون ده عباره عن ماتيور بيرمانت بون، الماتريكس فيه بتبقى كتير قوي، السيلز فيه بتبقى قليله. بيتميز بيه؟ بيتميز بانه وجود بون لاميلي بشكل واضح. اذا كنت بتكلم عن الكومباكت بون فالبون لاميلي بتبقى كونسنتريك بون لاميلي، لو كنت بتكلم عن السبونجي بون يبقى انا مش بتكلم عن كونسنتريك بون لاميلي. لكن على اي حال في وجود البون لاميلي بتبقى الاوستيوسايت مترتبه بشكل منظم. يبقى في الجدول ده بنفرق ما بين البرايمري بون وما بين السكندري بون. بنقول على البرايمري بون ايه؟ ده اول بون بيظهر في الفيتس، والسكندري بون ده اللي بيعمل اسمه ريبليسمنت. بعد كده البرايمري بون بيرمننت في التوث او في التوث الفيولار والانسيرشن اوف سام تندونز، لكن السكندري بون بيرمننت في كل الاماكن. ده الريجولار ارانجمنت اوف كولاجين فايبر، ده كونسنتريك ريجولار ارانجمنت اوف كولاجين فايبر. مفيش هنا لاميلي لكن في هنا لاميلي. في البرايمري بون الاوستيوسايت ما بتبقاش ارانجد، لكن هنا الاوستيوسايت هايلي ارانجد. هنا اباندنت سيلز والماتريكس قليله، هنا اباندنت ماتريكس عشان قوي والسيلز قليل. الماتريكس هنا ليس كالسيفايد، الماتريكس هنا هايلي كالسيفايد. الكلاسيفيكيشن الثاني بيبقى اكوردنج للهيستولوجي. اكوردنج للهيستولوجي يعني ايه؟ يعني تحت الميكروسكوب بيبقى البون شكله ايه تحت الميكروسكوب؟ حاجه من اتنين، يا اما كومباكت يا اما سبونج. لو كنا بنتكلم عن كومباكت بون احنا بنتكلم عن سوليد بون، ولو كنا بنتكلم عن سبونج بون فاحنا بنتكلم عن بون مليان فراغات، مش ضعيف لكن مليان ايه؟ فراغات. ولذلك الكومباكت بون لما نيجي نبص ده الاول، ده سبونجي ولا كومباكت؟ لا ده سبونج. طب وده الكورتكس اللي بره دي كومباكت بون. يبقى الصوره اللي قدامي دي سبونجي بون وكومباكت. ايه هو بقى الكومباكت بون؟ ده هايلي اورجانيزد بون لاميلا. لو قلنا ان دي بون لاميلا اما اجي اعمل لها اورجانيزيشن كويس هقوم لفيفها بالشكل ده، اسميها ايه بقى؟ اسميها كونسنتريك بون لاميلي. يبقى لاميلر بون عباره عن ايه؟ اوستيوسايت امبيدد انكلسيفايد كولاجين فايبر. من الاخر يعني عندنا كام نوع من انواع البون لاميلي دي؟ اربع انواع. النوع الاولاني بنسميها فيرجن سيستم، الثاني بنسميه انترستيشيال لاميلي، والثالث بنسميه اوتر سيركمفرنشيال لاميلي، والرابع بنسميه انر سيركمفرنشيال لاميلي. ايه هو الفيرجن سيستم؟ هو اللي في ايدي ده عباره عن كونسنتريك بون لاميلي.
بتبقى بطول العظمايه، بتبقى بطول الايه؟ الديافيسس. الميه عندي بتتكون من 3 اجزاء، 2 ابيفيسس، واحد فوق واحد تحت، واللي في النص بنسميه ديافيسس. بطول الديافيسس الاقي البون لاميلي مرصوصه بالشكل ده. ايه هي البون لاميلي دي؟ هافيرجن سيستم. يبقى اللي قدام اللي في ايدي ده ايه؟ ده هافيرجن سيستم، ده عباره عن مجموعه من البون لاميلي ملفوفه حوالين بلاد فيزل. يبقى في النص هنا موجود بلاد فيزل، والكافيتي ده هسميه ايه؟ هسميها هافيرجن كانال. يبقى انا في بلاد فيزل موجود هنا، 2 بلاد فيزلز، ارتر وفين، ومعاه الليمفاتيك والنيرف، دول موجودين في النص، وحواليهم بتترس الاوستيوسايت. لما تترس الاوستيوسايت هتعمل كالسيفيكيشن للكولاجين فايبر، فهنسمي الكولاجين فايبر بالماتريكس بالسيلز بون لاميلي. عندي حوالين البلاد فيزل ده كام بون لاميلي؟ من 4 ل 20. طب تعالوا نرسم دي الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هتتحول الى اوستيوسايت لما يطلع لها سيت بروسيس بالشكل ده. الاوستيوسايتس هتلاقي بلاد فيزلز اتكونت، بلاد فيزلز كده، هتلاقي بلاد فيزل اتكون بالشكل ده طبعا مع الديفلوبمنت او حتى بعد الفراكشر. البلاد فيزل لما يكون بالشكل ده بتيجي الاوستيوبلاست تترص حواليه، وبعدين مع الرصه بتتحول الى اوستيوسايت. يبقى الاوستيوبلاست هتبدا ترص بالكالسيوم والفوسفرس وتتحول الى ماتريكس، والماتريكس مع الاوستيوسايت هتبقى بون لاميلي. يبقى انا دلوقتي حوالين البلود فيزلز دي كام بون لاميلي؟ 1 2 3 بون لاميلي. مالناش دعوه بالخطوط، خلينا في السيلز. يبقى السيلز دي عملت بون لاميلا، ودي عملت بون لاميلا، وده عملت بون لاميلا. يبقى حوالين البلود فيزل ده بون لاميلي. طب البون بقى بيتكون من ايه؟ لو قلنا ده سيكشن في الفيمر مثلا، او في الريديس، او في الال، اللي جوه ده البون مارو، البون مارو كافيتي، واللي بره ده هو البيري اوستيوم. يبقى ده الاند اوستيوم وده البيري اوستيوم. هلاقي ايه في الفيمر او في الريديوس؟ هلاقي مجموعه من الهافيرجن سيستمز بالشكل ده. يبقى انا هرص هافيرجن سيستم، هرص هافيرجن سيستم زي ما انا راصص الهافيرجن سيستم ستيكر. يبقى البون عندي عباره عن مجموعه من الهافيرجن سيستم بالشكل ده. طيب ابص الاقي ايه؟ هبص الاقي البون من جوه. لما ارص الهافيرجن سيستم بالشكل ده وامشي القلم كده عليه، هلاقيه مش منتظم. طب عالج الحكايه دي ازاي؟ اقوم جايب مجموعه من البون لاميلي كده ولففها حوالين الهافيرجن سيستمز دي من بره، واسميها ايه؟ اسميها اوتر سيركمفرنشال لاميلي. يبقى ايه هو الهافيرجن سيستم؟ الهافيرجن سيستم قلنا عباره عن كونسنتريك بون لاميلي، في النص بلاقي البلاد فيزل، وبعدين حواليه البون لاميلي مرصوصه، لكن كل هافيرجن سيستم متصل باللي جنبيه بتشانل من النص. بسميه ايه؟ بسميها فولكمانز كانال. هذه الفولكمانز كانال بتشيل الكولاترالز بتاعه البلاد فيزلز عشان كل الهافيرجن سيستمز دي تبقى متوصله مع بعضها. الصوره دي حلوه قوي. يبقى ده هافيرجن سيستم، ودي بون لاميلا، ودي بون لاميلا، ودي بون لاميلا، دول 3. يبقى ده هافيرجن سيستم وده هافيرجن سيستم. يبقى انا دلوقتي عندي مجموعه من الهافيرجن سيستمز. يبقى اذا انا بتكلم عن كومباكت بون، ابص الاقي ايه؟ ابص الاقي البون من بره متغطي تاني، كل الهافيرجن سيستمز دي من بره متغطيه بايه؟ متغطيه ببون لاميلا، ما هياش جزء من الهافيرجن سيستم. كل ده بنتكلم عن الهافيرجن سيستم. ما بين الهافيرجن سيستم في فراغات، هذه الفراغات بملاها برضو بالبون لاميلي. يبقى انا بجيب قصائص من البون لاميلي بالشكل ده واملى بيها الفراغات اللي موجوده ما بين الهافيرجن سيستم. يبقى ده الهافيرجن سيستمز، ابدا احط البون لاميلي في الفراغات بتاعه الهافيرجن سيستم. يبقى دي بسميها الانترستيشيال بون لاميلي. من بره عندي مشكله ان البون، ان الهافيرجن سيستم ما بتدينيش سموث سيرفس، علشان كده لازم احاوط كل السيستمز دي بمجموعه من البون لاميلي. اسميها ايه؟ اسميها اوتر، واخده كل القطر بتاع البون، اسميها اوتر سيركمفرنشال. يبقى اوتر سيركمفرنشال بون لاميلي. نفس الكلام من جوه، هلاقي الهافيرجن سيستم مش مدياني سموث سيرفس، فاقوم الفها من جوه بايه؟ مجموعه من البون لاميلي عشان تديني سموث سيرفس. واسميها ايه؟ اسميها برضو لانها واخده نفس القطر بس من الداخل، internal circumferential bone lamellae. يبقى انا عندي كام نوع من انواع البون لاميلي اللي اتكلمت عليهم دلوقتي؟
كلمت عن الكونسنتريك لاميلي، الاوتر سيركمفرنشال لاميلي، والانر سيركمفرنشال لاميلي، وكمان الانترستيشال لاميلي. ادي الهايفرجن سيستمز واضحه قدامنا. وبعدين دي الانترستيشال لاميلي، ودي الاوتر سيركمفرنشال لاميلي، ودي الانترنال سيركمفرنشال لاميلي. امال ايه بقى الكانسيلا سبون؟ الكانسيلا سبون ما هو الا بون لاميلي ما عرفتش تنتظم في الشكل فبقت بالمنظر ده. يبقى اللي جوه دي بون لاميلي، لكن في بينها وبين بعض فراغات، هذه الفراغات بتبقى مليانه بون مارو او ريد بون مارو. يبقى ايه هو الاسبونجي بون؟ ولا اي حاجه، الريجولار بون لاميلي. لكن هذه الريجولار بون لاميلي ممكن تتحد مع بعضها بشكل قويه فتديني سباينز او سبيكيول، اسمها سباينز او سبيكيول زي ما احنا شايفين كده. لو حطيت ده هنا هتعور طبعا. باللايت مايكروسكوب هشوف هذه السبيكولي وفي بينها وبين بعض فراغات. طبعا السبيكولي لازم تبقى كفرد باي اندوستي صح، لكن سبونج بون مالوش بريوستيم لانه لازم يبقى متغطي بكومباكت. يبقى السبونج بون لازم يكون متغطي بايه؟ بكومباكت. يعني انا ما ينفعش احط ايدي كده على سبونج بون، لازم احط ايدي على بريوستيم وتحت بريوستيم كومباكت، وتحت الكومباكت بون يا اما الاقي سبونج بون يا اما ما الاقيش سبونج. يبقى ما فيش هيفرجن سيستم كامل على بعضيه، لكن الاوستوسايت بتاعتك بتبقى ريجولاري ارانجد، لكن لازم تعمل لي البون لاميلي. هي دي الاوستوسايت وهي عامله لي البون، لكن هل هي منتظمه بالشكل؟ لا طبعا، دي بون لاميلي ودي بون لاميلي ودي هم متحدين مع بعض، ودي عملت سبايك ودي عملت سبايك ودي عملت سباين كده يعني، وهكذا. دي سيكشن في البون، ده بون موركافيتي، ده بون موركافيتي، ده الاند اوستيوم، وطبعا في هنا كمان اند اوستيوم. واي بون موركافيتي لازم يبقى لايند باي اند اوستيوم. بكده يبقى احنا خلصنا التايبس اوف بون، عرفنا يعني ايه ماتيور بون ويعني ايه ماتيور بون. والماتيور بون طلع نوعين، نوع بنسميه كومباكت بون، النوع الثاني بنسميه سبونج بون. الفرق ما بين الاثنين هو ارانجمنت اوف، هو الارانجمنت اوف بون لاميلي. شكرا جزيلا، ونتقابل ان شاء الله في محاضره ثانيه باذن الله نتكلم فيها عن الهيستوجينيسيس او الاوستيوجينيسيس. دي بون لاميلي 1 2 3 4 14. علشان نعمل كومباكت بون بص مع بعض كده بقوا هافيرجن سيستم، ده كده الهافيرجن سيستم، ودي بنسميها الهافيرجن كانال، وطالع منها البلاد فيزلز والليمفاتكس. يبقى دي مجموعه من الهافيرجن سيستم مرصوصه كده علشان تعمل كومباكت بون. لاحظ معايا ان الاوتر سيركمفرنس ما هواش ريجولار، يعني لو ماشي القلم عليه اسمع صوت. نبص كده، طب نحل المشكله دي ازاي؟ هنجيب شويه بون لاميلي ونقوم لافين حوالين السيركمفرنس من بره، يبقى شكله كده بقى سموث من بره. طب نسمي البون لاميلي اللي احنا حطيناها بره دي ايه؟ دي الاوتر سيركمفرنشال لاميلي. قد ايه بقت سموث؟ يبقى اذا انا عندي مجموعه من الهيفرجن سيستم والاوتر سيركمفرنشال لاميلي، بس لسه المشكله جوه برضو عندنا الريجولاريتي موجوده جوه، يبقى ده ما ينفعش يبقى كومباكت. هنعمل ايه؟ هنجيب مجموعه من البون لاميلي نبطنين بيها الهيفرجن سيستمز من جوه. يبقى دلوقتي السيرفيس عندي من جوه بقى ايه؟ بقى سموث. يبقى كده بقى عندي اوتر سيركمفرنشال لاميلي، انر سيركمفرنشال لاميلي، هيفرجن سيستمز، بس الفراغات دي مش مخليه البون بتاعي كومباكت. طب نحلها ازاي؟ هنجيب بون لاميلي ونقصقصها بالشكل ده، وبعدين نحطها جوه الفراغات دي ونسميها انترستيشيال لاميلي، ونفضل نحط لحد ما ايه؟ ما نقفل كل الفراغات علشان البون بتاعي يبقى كومباكت. يبقى قد ايه الكومباكت بون ساعه؟ مجموعه من الهافيرجن سيستمز، كل هافيرجن سيستم جواه البلاد فيزلز بتاعته متغلفه من بره بمجموعه من البون لاميلي بسميها اوتر سيركمفرنشيال لاميلي، ومتبطنه من جوه بمجموعه من البول لاميلي بسميها انر سيركمفرنشال او انترنال سيركمفرنشال لاميلي، وما بين الهافيرجن سيستمز بلاقي الانترستيشيال بول لاميلي اللي علشان تقفل لي كل الفراغات دي، لكن هي متصنعه من نفس اللاميلي بره. طبعا هنا هلاقي الاند اوستيوم وهلاقي بره هنا البري اوستيوم، لكن ما هماش موجود معانا في الموديل بتاعنا.